موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق يوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. قال ابن كثير رحمه الله في حديث الصور الطويل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا رفعت رأسي يقول الله وهو أعلم ما شأنك، فأقول: يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة فيدخلون الجنة، فيقول الله: قد شفعتك وقد أذنت لهم في دخول الجنة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم. يعني الناس ينصرفون مثلا بعد الجمعة إلى بيوتهم، وكل قد عرف بيته وزوجه وأهله، فأهل الجنة ما أن يدخلوا الجنة إلا يعرفون مساكنهم وأهليهم. قال: فيدخل كل رجل منهم على اثنتين، فيدخل كل رجل منهم على 72 زوجة، 70 مما ينشئ الله عز وجل، واثنتين آدميتين من ولد آدم، لهما فضل على من أنشأ الله بعبادتهم الله في الدنيا. فيدخل على الأولى في غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ، عليها 70 زوجا من سندس واستبرق، ثم إنه يضع يدها بين كتفيها. ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمها، يعني كأنها شفافة، وأن الملابس أيضا شفافة، فهو يطلع على تفاصيل الجسد كله، حتى إنه يرى يده من وراء ظهرها، من أمام، من يعني يرى، ينظر إلى يده من صدرها. الثياب رقيقة، 70 زوجا يعني 70 زوجا يعني 70 صنفا، مش لازم يكونوا 2 يعني. قال: ومن وراء ثيابها وجلدها ولحمها، وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت، لأن مخ الساق يعني نخاع العظم، كأنه يظهر كأنه سلك لأنها شفافة فيرى ذلك. يقول: كبدها له مرآة وكبده لها مرآة. في بعض الشواهد من الأحاديث التي فيها مقال لهذه الأجزاء من هذا الحديث، قد سبق أن ذكرنا أن هذا الحديث بمجموعه ضعيف جدا، ولكن هذه الأجزاء لها شواهد، خصوصا أنه لا يرى مخ ساقها من وراء اللحم العظم، ثابت في الصحيح. أما ذكر 72 زوجة،
ففي أحاديث أخرى فيها ضعف أيضا، ولكن ذلك ليس بمستبعد. أنا أتكلم فقط على الإسناد، لأنه إذا كان بعض ملوك الدنيا كسليمان عليه السلام كان له 100 امرأة، فلا يبعد ذلك لأهل الجنة. وقد وصف الله ملك أهل الجنة بالملك الكبير، قال وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. قال فبينما هو عندها لا يملها ولا تمله، ما يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء، ما يفتر ذكره وما تشتكي خبلها، ما يفتر ذكره لا يضعف وما تشتكي خبلها. هي مكتوبة يشتكي وهي تشتكي، النسخة الإلكترونية تشتكي وهي الصح. فبينا هو كذلك إذ نودي إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل إلا أنه لا مني ولا منية، يعني لا يوجد مني لأنه بمنزلة المخاط، وأهل الجنة كما هو ثابت في الصحيح لا يمتخطون ولا يبولون، وإنما ولا ليس عندهم هذه الإفرازات المكروهة رائحتها أو طبيعتها. ولا منية يعني لا يموتون، لا مني ولا منية، وهذا شواهده كما ذكرنا. لا منية لا يموتون، كما نقول نحن أتته المنية يعني الموت. هذا مما لا نزاع فيه أن أهل الجنة لا يموتون، كما في الصحيحين ينادى بعد ذبح الموت يا أهل الجنة خلود لا موت. قال إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل، يعني هو لا يملها وهي لا تمل، إلا أنه لا مني ولا منية إلا أن لك أزواجا غيرها، فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة، كلما أتى واحدة قالت له والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك ولا في الجنة شيء أحب إلي منك. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. قال وإذا وقع أهل النار في النار وقع فيها خلق من خلق ربك أو بقتهم أعمالهم، يعني أهلكتهم أعمالهم فدخلوا النار، فمنهم من تأخذ النار قدميه لا تجاوز ذلك، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، نعوذ بالله من النار، ومنهم من تأخذ جسده كله إلا وجهه حرم الله صورته عليها، نعوذ بالله من النار. هذا في من يصلون، لأن الله حرم على النار أثر السجود، والوجه الذي يسجد لله لا يحترق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول يا رب شفعني في من وقع في النار من أمتي. فيقول أخرجوا من عرفتم، يعني خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وللأنبياء وللملائكة وللمؤمنين. قال
فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد، ثم يأذن الله في الشفاعة فلا يبقى نبي ولا شهيد إلا شفع. أي الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار. قال: فيقول الله: أخرجوا من وجدتم في قلبه زنة دينار إيمانا، فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد، ثم يشفع الله فيقول: أخرجوا من وجدتم في قلبه إيمانا ثلثي دينار، ثم يقول ثلث دينار، ثم يقول ربع دينار، ثم يقول قيراطا. ثم يقول حبة من خردل، فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد، وحتى لا يبقى في النار من عمل لله خيرا قط، ولا يبقى أحد له شفاعة إلا شفع، حتى إن إبليس يتطاول مما يرى من رحمة الله رجاء أن يشفع له، نعوذ بالله. ثم يقول: بقيت وأنا أرحم الراحمين، فيدخل يده في جهنم فيخرج منها ما لا يحصيه غيره، كأنهم حمم، فيلقون على نهر يقال له نهر الحيوان، هو في الصحيح أنه نهر الحياة، والحيوان والحياة معنى واحد مترادفان. قال: يقال له نهر الحيوان، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة يعني بذور البقول، تنبت في حميل السيل يعني في محمول السيل، فيما يحمله السيل وتترسب على جوانب مجرى السيل، هذه البذور تكون رطبة، يكون مجرى السيل رطبا فتنبت. قال: فما يلي الشمس منها أخيضر، وما يلي الظل منها أصيفر، فينبتون كنبات الطراثيث، طراثيث البقول، حتى يكونوا أمثال الذر، مكتوب في رقابهم الجهنميون، متقاء الرحمن. أمثال الذر والله أعلم من الكثرة، يعني عدد ضخم كبير يكون كذلك. وهذا فيه رد على من زعم أنه لا يوجد من لم يعمل خيرا قط. نقول: قد أثبت الله عز وجل، قد أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا الجزء الأخير كله في الصحيح، وهو من أوضح الرد على من يكفر تارك جنس العمل، وعلى من يكفر تارك الصلاة تكاسلا، وكذا الزكاة والصوم والحج. تأويلات المخالفين تأويلات مستنكرة، لأنهم يزعمون أن ذلك في من لم تبلغه هذه الواجبات. ونقول: من لم تبلغه هذه الواجبات لم يكلف بها فلا يعذب، كمن لم تبلغهم إلا لا إله إلا الله فهي تنجيهم من النار، إذ لم يعرفوا غيرها فلا يكلفون غيرها. وأما هؤلاء فقد دخلوا النار ثم يخرجون منها. قال: فينبتون كنبات الطراثيث حتى يكونوا أمثال الذر، مكتوب في رقابهم الجهنميون، وتقاء الرحمن.
يعرفهم أهل الجنة بذلك الكتاب، ما عملوا خيرا لله قط، لكنهم كما هو معلوم ممن يوحدون الله، ممن يقول لا إله إلا الله، كما ثبت ذلك في حديث أنس. فأعوذ في الرابعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فأعوذ في الرابعة فأقول: يا رب إئذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله: ليس ذلك لك، ولكن عزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. قال: فيمكثون في الجنة ما شاء الله، وذلك الكتاب في رقابهم، ثم يقولون: ربنا أمحو عنا هذا الكتاب، فيمحوه الله عز وجل عنهم. قال: هذا حديث مشهور، أي مشهور بين الناس، ولا يلزم أن يكون صحيحا. قال: وهو غريب جدا، ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة، وفي بعض ألفاظه نكارة التي انفرد بها، وقد نبهنا عليها أثناء قراءة الحديث. تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة، وقد اختلف فيه، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه، ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وعمر بن علي الفلاس، ومنهم من قال فيه ما هو متروك. وقال ابن عدي: أحاديثه كلها فيها نظر، إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. قلت: وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة، وقد أفردتها في جزء على حدة، مؤلف يعني لابن كثير. وأما سياقه فغريب جدا، ويقال إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقا واحدا، فأنكر عليه بسبب ذلك. يعني ما ينفعش هو يجمعه من رواة متعددين ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسوق سياق واحد، كل واحد لازم يقول اللي سمعه. قال: وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفا قد جمع فيه كل الشواهد لبعض مفردات الحديث. هم تكلموا على إسماعيل بن رافع خاص أهل المدينة بسبب هذا الحديث، قد تكل ما فيه بسببه، ولكن ليس في الوضاعين، ليس يضع الحديث من عنده، ولكن يذكره مجموعا كما ذكرنا. حافظ أبو موسى المديني بعد إراده الحديث بتمامه: هذا الحديث وإن كان في إسناده من تكلم فيه، فعامة ما يروى فيه مفرقا من أسانيد ثابتة، لكن كما ذكر ابن كثير فيه ألفاظ فيها نكارة وغرابة، لذلك يحتج به فيما وافق هذه الشواهد الصحيحة، ولا يحتج به في غيرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.